سائل يقول: أخ ذهب إلى هولندا وحصل على الجنسية وتزوج هناك بنصرانية، تؤمن بأن الله واحد، فما حكم زواجه بها؟ الجواب: ذهاب كثير من الناس إلى بلاد الكفار سواء كان للعمل أو كان يعني لم يجد عملا ويبقى على جدوى الكفار هناك وعطاءاتهم ويتجنس بجنسيتهم، هذه تحصل من ورائها أضرار على دينه، فإن من جالس جانس. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، وقد رأى الجميع أن الذين تأثروا بالكفار نفثوا سمومهم بين المسلمين وصاروا دعاة إلى أفكار الكفار ومودتهم. لهذا كان جمهور العلماء على النهي عن التجنس بجنسية الكفار وعلى عدم تكثير سوادهم وعلى عدم ما يدعو إلى البقاء في بين ظهرانيهم. والزواج بنصرانية أو يهودية كتابية، نصرانية كتابية أو يهودية كتابية، فيه مغامرة. الله عز وجل يقول: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. الآية: شرط أن تكون محصنة غير مسافحة ولا متخذة أخدان كما في الآية، لكن تحت ذلك ما يخشى منه وهو المجالسة، فأقرب جليس للشخص هي زوجته، ويتأثر بها ربما أكثر مما يتأثر بغيرها، وربما كان من مقاصد الشرع ردها إلى الإسلام فقد ترده إلى التنصر أو التهود. وقد حصل هذا، أن أناسا تزوجوا بنساء منحرفات فانحرفوا، ثم إنها لا تدين بغسل الجنابة ولا بكثير مما يدين به المسلمات، ثم إنه قدر بينهما أولاد تربوا على ما هي عليه، وقد يتأثر الولد بأمه، وقد يؤدي ذلك إلى مجالسة أخواله من النصارى أو اليهود، وما ظنك بهم على ما هم فيه؟ فكيف تكون رعايتهم للأبناء؟ هل سيوجهونهم إلى الإسلام؟ أبد. وقد أورد أهل العلم جملة من هذه، جاء عن ابن عمر وجاء عن غيره أنه لا يوجد شرك أكبر من امرأة تقول إن الله ثالث ثلاثة وتقول إن عيسى ابن الله. فاليهود مشركون والنصارى مشركون، ولكن هذا استثني لحالات ملحة مع أمن الفتنة مع دين وازع، ولله في ذلك حكمة.
والله يقول ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فهذه المحاذير أو المغامرات التي قد يتعرض لها من تزوج بامرأة كتابية ربما لا يسلم له دينه. وقد أخبرنا عن امرأة كانت عن شخص تزوج هناك من أجل الحصول على الجنسية، والذي يتزوج بامرأة منهم ربما يعطونه الجنسية مبكرة، يعني ما يتأخرون. ولما مات طالبت بإحراقه، كانت تعتقد أنه إكراما له، وبذلوا لها أموالا كبيرة حتى تنازلت عن هذا الطلب وهي تريد تحرقه. إذن أنه يحرق إكراما له قبل أن ينزل في قبره.